سيداتي سادتي أسعد الله مساءكم بخير. النشاط الإخبارية من قناة العيون نبدأها بهذا العنوان. إعادة فتح المساجد لحظة وجدانية قوية للمصلين في ظل احترام تام لمختلف التدابير الوقائية. ومن ضمن أخبارنا ضمن هذه النشرة الإعلان عن نتائج الامتحانات لنيل شهادة البكالوريوس. وفي مستجدات الحالة الوبائية تسجل 165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 379 حالة شفاء خلال 24 ساعة المنصرمة. أهلا بكم من جديد. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة لصاحب الجلالة السلطان حاجي حسن بولقية سلطان بروناي دار السلام، وذلك بمناسبة عيد ميلاده. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية لسلطان بروناي دار السلام عن أحر التهاني وأوفى المتمنيات بوافر الصحة والسعادة والهناء ولشعب بروناي الشقيق بكامل التقدم والرخاء تحت قيادته الحكيمة. عاد عمار بيوت الله إلى أداء الصلوات الخمس بالمساجد بدءا من صلاة ظهر اليوم بعد توقف عارض بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد. على صعيد جهة العيون الساقية الحمراء تقرر اليوم الفتح تدريجيا ل15 مسجدا على مستوى الجهة، منها 5 مساجد على مستوى إقليم العيون. عودة تدريجية شكلت لحظة وجدانية قوية للمصلين في احترام تام لمختلف التدابير الوقائية. روبورتاج من العيون لعلي الكبش وعبد الله المحمود. أغلقت لأسباب وبائية قبل أن تفتح وسط شروط وقائية، ليس سوى لسان حال بيوت الرحمن وهي تستعيد صوت أقدام المصلين كما حس الأذكار الإيمانية. حي على الصلاة. الاستجابة لدعوة مؤذن الصلاة داخل المسجد أضحت ممكنة بعد أشهر على استحالة ذلك، وإن كانت أجواء المكان غير ما كان، فخطوة فتح أبواب المساجد من جديد عكستها راحة الأنفس وهي تصافح عتباتها حتى وإن فرض التباعد فيما بينها، تباعد أجازته فتوى المنظومة الدينية بالبلاد في سياق صراع الإنسان مع وباء ألقى بظلاله على أمكنة التجمعات من ضمنها دور العبادة. كإحساسك أنك تصلي في المسجد وراء الإمام وبخشوع وبياسر من الأمور الدينية اللي تحس بها ما كي تحس بها في صلاتك وحدة، وهذا الحمد لله فضل من مولانا وجوده، والحمد لله نشكرهم على ذا اليوم اللي فتحونا فيه المساجد لأنه يوم عظيم ويوم كبير عند الله. فرحنا فرح كبير جدا الحمد لله اللي الله سبحانه وتعالى وفقنا باش تفتح لنا هذه المساجد، وإن شاء الله يتعمل المساجد كاملة إن شاء الله، وتكون الإنسان يلتزموا الناس بالتباعد ويلتزموا الناس بالكمامة ويلتزموا الناس بسميتو الصلايات، ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويوفقكم لما يحب ويرضاه. تأدية الصلوات الخمس في المساجد أدرجت الوزارة المسؤولة على الحقل الديني بالمغرب قوائم الأمكنة المخصصة للعبادة في وقت سابق لإعادة النفحات والطقوس الدينية لها تدريجيا وفق تحدي الراهن، فالإجراءات الوقائية ملزمة لكل باحث عن التقرب من الخالق وتأدية الواجب وفق ما نقلته الرسالة المحمدية من داخل بيوت الله. تقرر فتح 15 مسجد على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، 5 بإقليم العيون، من ضمنها هذا المسجد الذي نتواجد به في هذه اللحظات. الإجراء الأول هو رفع الأذان، فتح المساجد 15 دقيقة قبل الأذان وإقامة الصلاة بعد 10 دقائق من رفع الأذان. هناك أيضا ضرورة أن يأتي المصلي وهو متوضئ من منزله، لأن المرافق الصحية بالمساجد ستظل مغلقة حماية للصحة العامة للمواطنين. وتم التواصل مع القيمين الدينيين لضبط العملية وعقد اجتماعات متكررة
يعني في مع القيم الدينيين يشرح كيف ستمر هذه العملية، وأبان حقيقة المواطنون والرواد المساجد عن تفهم لهذا العمل، ولأن هذا العمل يتطلب نظام محكم من أجل توفر أو توفر على الابتعاد أو من أجل ضمان التباعد الصحي في هذه العملية. تعود إقامة الصلوات الخمس بالمساجد في انتظار فتوى الإذن بصلاة الجمعة، لتعود معها طقوس لا يستقيم نهار الكثيرين دون تأديتها، فعند المسلم أمر رباني ترتبط راحة النفس به استجابة له بصيغة الجمع. وإلى أسمرة التي أقيمت بها صلاة الظهر اليوم في أول صلاة للجماعة بعد دخول قرار الفتح التدريجي للمساجد حيز التنفيذ. ثلاثة مساجد شملها القرار على مستوى الإقليم شرعت في استقبال روادها لأداء الصلوات الخمس، قرار واكبته السلطات المحلية ودوائر الشؤون الإسلامية بتفعيل مهام اللجان الخاصة بكل مسجد، مع تهيئ هذه المساجد لتتلائم والشروط الوقائية في متابعة ذلك. يوسف زعواطي ومبارك باس. هذه أولى الخطوات لعمارة أحب البقاع والأمكنة إلى الله، شوق غامر يلتقي عنده رواد المسجد في أول صلاة جماعة بعد 4 أشهر بالتمام والكمال عن فتوى الإغلاق. عند باب المسجد لجان خاصة حفاظا على سلامة المصلين من عدوى الإصابة بالوباء، وبين رواد المسجد تفاعل ملحوظ مع تعاليم الوقاية المنصوص عليها في بروتوكول الفتح التدريجي. الحمد لله اللي فتحت لنا المساجد من جديد، وجمع المصلين جات وفرحانة بهذه الإجراءات الوقائية من هذا الوباء. نطلبوا من مولانا الله يرفع عنا الوباء ويرجع الصفوف كاملة إن شاء الله، ويرجعوا جميع المصلين إلى مساجدهم إن شاء الله. وهذه الحمد لله بادرة يعني، ونتيجة للمسائل الاحترازية اللي اتخذتها الدولة من البداية، ونتمنى والمزيد إن شاء الله يتعود الجمعة ويعودوا للأعياد ويعودوا كامل. وهي بادرة احنا فرحانين بها، والصمارة كاملة فرحانة بها ولله الحمد. هذا النهار الحمد لله يوم مبارك سعيد، تم استفسار ساكنة مدينة الصمارة فتح المساجد أمام رواد بيوت الله سبحانه وتعالى، فزاد الله خيرا القائمين عليها من قريب وبعيد، لا من سلطات ولا من اسم قيمين دينية ولا من مندوبة الشؤون الإسلامية ولا أي مسلم قام بمجهود جبار في هذا الميدان، جزاه الله خيرا. هو يوم فرح وبهجة مشهود انشرحت معه قلوب المصلين بالافتتاح الجزئي لبيوت الله، لكن الوباء الذي أغلق المساجد لازال باق يحصي ضحاياه، ما يجعل ولوج المساجد مقيد بحزمة تدابير وخطوات وقائية. الشيء الذي هو يجب أن نتمسك به جميعا وأن نحرص عليه جميعا هو جانب الوقاية، خصوصا لرواد بيت الله سبحانه وتعالى الذين ينبغي عليهم أن لا يخرجون بيوتهم إلا وهم على طهارة تامة، طهارة بدنية وطهارة حسية، وأن لا يصحبوا معهم الأولاد إلى المساجد، وأن كذلك أن يحرصوا أن يأتوا إلى المساجد مرفقين بأكياس يضعوا فيها نعالة. دخول المسجد كذلك لا بد أن يحرص المرء مثلاً أن يأتي مع الأذان تقريباً ويؤدي فرض الله سبحانه وتعالى ويخرج فوراً، يعود إلى بيته فيتنفل به لا ينبغي مثلاً نطيل المكث في المسجد، خصوصاً أن أفضل مكان للنوافل هو البيوت. وبين المحنة والمنحة تتقلب أوجه الحياة في زمن الجائحة، ولعل عودة رواد المساجد إلى إقامة الفرائض الخمس منحة عظيمة للراكعين الساجدين رافعي أكف الضراعة في بيوت الرحمن. بجهتها داخل وادي الذهب فتحت 7 مساجد أبوابها ظهر اليوم لاستقبال المصلين مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية بمداخل المساجد لضمان التزام المصلين بالإجراءات الوقائية، من ضمنها مراقبة درجات حرارة المصلين عند دخولهم إلى المساجد، إضافة إلى احترام قواعد التباعد بين الصفوف في أداء الصلوات.
الإجراءات التي نعمل بها هي يعني عملية تعقيم، تعقيم اليدين ثم قياس الحرارة، الكل يعني متوفر، المسائل التي وفرتها يعني وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والحمد لله الأمور يعني قضية يعني التباعد داخل المسجد هو أيضا يعني متوفر، فقد يعني وضعنا علامات يعني داخل على سجادة المسجد تبين لكل واحد يعني أين سيقف، فالحمد لله الأمور تسير على قدم وساق، ونتمنى أن يلتزم المصلون بهذه الإجراءات حتى يعني يبقى مسجدنا إن شاء الله مفتوحا على غرار مساجد المملكة إن شاء الله. شعوري جد فرح، فريح ومسرور ومغتبط بإعادة فتح بيوت الله سبحانه وتعالى، وهذا الشعور ينتاب كل مسلم وكل مسلمة، لأن المسلم هو دائما مرتبط ببيوت الله عز وجل، ولا يرتاح باله ولا نفسه ولا يطمئن قلبه إلا إذا زار بيت الله سبحانه وتعالى 5 مرات في اليوم. وبيا الجماعة يا ترابيا الوطية، فتحت بيوت الله في وجه المصلين تنزيلا لقرار الوزارة الوصية. افتتاح رافقته مجموعة من الإجراءات الوقائية الاستثنائية والنموذج من مسجد الإمام البخاري، في روبورتاج حافظ محضار عياد سرتي وعبد الرحيم حاجي. مسجد الإمام البخاري بالجماعة الترابية الوطية ضمن لائحة مساجد إقليم طنطان المرخص تأدية الصلوات بها تفعيلا لمقررات الوزارة الوصية في إطار تدابير تخفيف قيود الحجر الصحي. المسجد يفتح أبوابه اليوم في وجه المصلين لكن بقواعد وقائية استثنائية حتمتها جائحة كورونا، ضوابط تفرض التباعد بين المصلين لتفادي أسباب انتشار هذا الفيروس. ابتدأ الافتتاح المسجد، مسجد الإمام البخاري بالوطية، والإجراءات يعني كلها والحمد لله تمت على أحسن ما يرام. نلاحظ أن الناس والحمد لله يلتزمون بالنصائح والإرشادات الموجهة إليهم، ولكن يعني نتوخى إن شاء الله في المستقبل أن تكرس التوعية الشاملة للممارسة الجيدة لهذه الإجراءات حتى نحافظ على السير الآمن لممارسة شعيرة الصلاة في مساجدنا. تلاحظون بأن المجلس العلمي ومندوبية الشؤون الإسلامية والسلطات المحلية كلها كرست جهودها من أجل إنجاح هذه العملية. تلاحظون بأن المسجد يعني تلاحظون يعني مسافة الأمان، يعني هذه العلامات الفاصلة بين الناس، وكل هذه الإجراءات يعني تصب في المقصد الشرعي العام ألا وهو المحافظة على الصحة العامة للناس. وقبيل تفعيل قرار افتتاح المساجد، حزمة من التدابير القبلية الاحترازية انخرطت فيها مختلف الدوائر المعنية لمواجهة كل أسباب تفشي جائحة كورونا، من جملتها هذه الحملة التي همت أئمة المساجد وعديد القيمين الدينيين للكشف عن وباء كوفيد-19. وعلى الميدان حملات لتعقيم وتطهير المساجد عبأت لها المصالح المختصة الإمكانيات اللازمة من معدات وأطقم بشرية. في إطار الاحترازات الوقائية اللي كتعمل بها الوزارة، اليوم الحمد لله قمنا واحد العملية ديال التعقيم، شملت المسجد الإمام البخاري بجامعة الوطية. احنا كجامعة الوطية وبتنسيق مع المندوبية قمنا بواحد البرنامج أسبوعي، يعني مرتين في الأسبوع غادي نستمر في التعقيم حفاظا على سلامة المصلين إن شاء الله، ونصهم أنهم يلتزموا بالتباعد ويلتزموا بالتوصيات اللي وصوهم بها عند المباشرة ديال إقامة أي صلاة. هي جملة من التدابير الوقائية الاستثنائية التي حتمها الطارئ الصحي، يجري الخوض فيها حرصا على سلامة وصحة المصلين الذين زاد شوقهم وحنينهم إلى بيوت الله. في أشانية تربوية، أعلنت اليوم أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين عن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2020.
على صعيد جهة العيون الساقية الحمراء فقد بلغت نسبة النجاح 58.81%، كما تم تسجيل معدل 18.74 كأعلى معدل في الامتحان الوطني تحصلت عليه التلميذة العسري سلمى شعبة علوم اقتصادية بالمديرية الإقليمية للعيون. مزيد من المعطيات نتابعها في تصريح السيد مبارك حنصالي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. امتحان الباكالوريا جاء في ظروف استثنائية، لكنه مر في ظروف عادية جدا، بحيث تم احترام كل ما جاء في البروتوكول الصحي، وكل التلاميذ وكل المتدخلين كانوا احترموا هذه التدابير، وبالتالي مرت في ظروف جد جيدة بحكم تضافر جهود الكل. ومن في هذا الإطار أشكر كل الشكر سادة المديرين الإقليميين، مدراء رؤساء المراكز، سادة الأساتذة، سادة المفتشين، الملاحظين، كل المتدخلين التربويين. فيما يخص هذه السنة كان هناك نسبة مشجعة جدا، بحيث كما تعلمون 58.81 أي 59% كانت هي نسبة الجهة في هذا المجال. وبالتأكيد لولا تدني نسبة نجاح علوم الحياة والأرض، شعبة علوم الحياة والأرض، لكان النسبة جد مرتفعة، وهناك تدني في النتائج. وأحيل دراسة هذا الموضوع إلى السادة المفتشين وأسادة المادة الذين هم أدرى مني من تقييم هذه النتائج، لكن الدورة الاستدراكية بالتأكيد ستكون نتائج جد مشجعة إن شاء الله، لأن الكل قام بالتهيئ إن شاء الله لهذا الامتحان وفي الظروف النفسية المواتية. طبعا كل المديريات هناك تقدم جد إيجابي في عدد الناجحين، إذن في كل شيء معناه أنه لا يمكن أن نعطي الآن النسبة النهائية، لأن الدورة الاستدراكية هي الحاسم وهي الفيصل إن شاء الله، وبالتأكيد ستكون جد إيجابية إن شاء الله. ولا بد في هذا الإطار من شكر كل المجالس مجلس الجهة بالدرجة الأولى الذي وفر التغذية لكل المصححين، وأشكر كذلك السلطات الأمنية والولائية مما وفروه من أمن، والمجالس المنتخبة والمجالس الإقليمية لكل ما وفروه في الجانب النظافة والتعقيم وكل المقرات، وزيارتهم المقرات كل 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 ساعة وكل من بعد كل حصة، وهذا اعتراف منا إليهم، فكل الشكر والتقدير. وعلى صعيد جهة الداخل وادي الذهب، فقد بلغ عدد الناجحين في الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا 1820 تلميذ وتلميذة في صفوف المتمدرسين، في حين بلغ عدد الناجحين في صفوف الأحرار 112، فيما بلغت نسبة النجاح 62.60%، كما تم تسجيل معدل أعلى معدل 18.15 كأعلى معدل على صعيد الجهة تحصلت عليه التلميذة زينب بن عطية شعبة العلوم الاقتصادية. مزيد من التفاصيل نتابعها في تصريح مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخل وادي الذهب السيدة جيدة لبيك. نهنئ المغاربة كاملين والمنظومة التربوية والتلاميذ والتلميذات على نجاح هاد المحطة الأساسية، وألا وهي امتحانات البكالوريا. وطبعا بالنسبة للجهة عندنا وصلت نسبة الناجحين من التلاميذ الممدرسين 62.60، وهي المرتبة الخامسة وطنيا. والحقيقة هذه المرتبة ما كانتش هي الطموح ديالنا، كنا نبغوا أكثر كما درنا السنوات الماضية، ولكن إن شاء الله وبإذن الله سنحقق إن شاء الله قفزة ستكون نوعية مهمة جدا في الدورة الاستدراكية. لماذا؟ لأننا الحمد لله منذ الإعلان ديال النتائج تم الاتصال برؤساء المؤسسات، وتم رؤساء المؤسسات تطلب الأساتذة، وكل شيء المؤسسات مستعدة باش تنظم دعم للتلاميذ المستدركين. لماذا؟ لأن الهدف ديالنا هو أن ينجح عدد لما نجحوا كاملين ينجح عدد كبير، وخاصة أننا كنعرفوا على أن عدد المستدركين وطنيا يصل إلى 99%. إذن وحنا في الجهة لاحظنا
على أن التلاميذ المستدركين الأغلبية سحقا منهم لا يفصلها إلا أجزاء قليلة من النقط لتصل إلى المعدل. لذلك الحمد لله نعرف على أن يعني بمجهودات التلاميذ والتلميذات والأساتذة فإن شاء الله ستكون سنحقق إن شاء الله نسبة مهمة إن شاء الله في البكالوريا. وطبعا هناك يجب أن أتوجه للتلاميذ والتلميذات ماشي غير ديال يعني ديال المغرب كاملين، هاد المستدركين يجب طبعا هما عندهم الفرصة باش يشوفوا المواد اللي كانت فيها نقص ولا ما فيهاش المعدل. وحنا كنعرفوا بأن بالنسبة للتلميذ المستدرك كيتحسب له أحسن نقطة في الدورتين، إذا كانت أحسن نقطة في الدورة الأولى كتحسب له، إذا كانت الثانية تحسب له. إذا لذلك كنطلبوا منهم التركيز على المواد اللي يمكن لهم يرفعوا فيها المعدل ديالهم، وخاصة المواد اللي ما عندهمش فيها المعدل، لأن نجاحهم هو نجاح نحن كاملين. وعلى صعيد جهة إقليميم وادنون، بلغ عدد الناجحين في الدورة العادية لامتحانات البكالوريا 2945 تلميذ وتلميذة في صفوف المتمدرسين، كما حصل 1580 تلميذ وتلميذة على ميزة، فيما بلغت نسبة النجاح العامة على صعيد الجهة 63.51%، وهو ما بوأ أكاديمية الجهة المرتبة الرابعة وطنيا. معطيات أخرى يرصدها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة إقليمي موادنون السيد مولاي عبد العاطي الأصفر. مر الإجراء في ظروف جيدة بمساهمة فعالة وفاعلة لكافة الشركاء على المستوى الداخلي للمنظومة، سواء الأطر الإدارية والتربوية وأطر التدريس. فالحمد لله الجميع انخرط في هذا الاستحقاق الوطني. الدليل أن الأمور مرت في أجواء جيدة، نسبة غياب المترشحات والمترشحين الرسميين كانت ضعيفة جدا، والحال نفسه بالنسبة لحالات الغش التي كانت هي الأخرى ضعيفة مقارنة مع السنوات الفارطة. والحمد لله حققنا على مستوى الجهة نسبة نجاح بالنسبة للمتدربين بلغت 63.51% مقابل 62.53% في الدورة الأولى خلال الموسم الدراسي الفارط، وهذا أمر مهم في الظروف الراهنة. طبيعة الحال على مستوى مديريات الجهات تم الاشتغال على 52 مركز إجراء و8 مراكز للتصحيح، إذ مرت عملية التصحيح في الوقت المناسب والحال نفسه بالنسبة للمداولات. نتائج المتمدرسات والمتمدرسين تبوأت فيها مديرية أسا الزاق المرتبة الأولى، إذ كانت نسبة الناجحات والناجحين 82.68%، تلتها مديرية قلميم بنسبة النجاح بلغت 66.70%، ثم مديرية سيدي إفني بنسبة نجاح بلغت 62.95%، وبعد ذلك طنطان بنسبة 51.92%. طبيعة الحال كان عرفت الجهة يعني معدل جيد، فقد كان على معدل من نصيب التلميذة صفاء عويس من ثانوية إيلي الخوارزمي بقلميم بشعبة العلوم الرياضية ألف، وقد كان أعلى معدل حصلت عليه هو 18.65. 18.65 هو أعلى معدل مسجل بجهة إقليمي موادرون تحصلت عليه التلميذة صفاء عويس في شعبة علوم رياضية. إنجاز أسعد الأسرة الصغيرة لصفاء وحمل الفخر للدوائر التربوية بالجهة التي ثمنت هذا الإحقاق. روبورتاج الحافظ محضار عياد السرتي وجمال الخصاص. أسرة التلميذة صفاء عويس الحاصلة على أعلى معدل في امتحانات الباكالوريا بجهة إقليمي موادنون تستقبل عددا من المهنئين من مسؤولي قطاع التربية والتكوين الذين زفوا لعائلة صفاء الخبر السعيد. صفاء تحصلت على معدل 18.65 في شعبة علوم رياضية، إنجاز تحقق بفضل قوة عزيمة وإصرار هذه التلميذة التي راهنت على الريادة، ريادة تفتح اليوم آفاقا واعدة لمواصلة مسار العطاء والتحصيل الدراسي أمام التلميذة صفاء. فرحانة بزاف بهذه النتيجة هذه اللي حصلت عليها، ما كنت متوقعها بتاتا. كانت بالنسبة لي فرحة كبيرة بزاف أنني حصلت على هذا المعدل هذا.
صراحة اللي كان نحلم به أنني نكمل فيه الدراسة ديالي من بعد هو أنني ندير الأقسام التحضيرية اللي غادي تخول لي أنني نلجأ بزاف ديال المدارس من بعد، عندها آفاق كثيرة بزاف. وكنشكر بطبيعة الحال الأساتذة اللي دعمونا وعاونونا، صراحة ما بخلوش علينا بالمعلومات ديالهم، وخا هادشي الظرفية ديال الحجر الصحي وديال كورونا بقينا عن تواصل عن بعد معاهم وعاونونا. وكنشكر كذلك الوالدين ديالي اللي وفروا لي الظروف وتاحوا لي انني الفرصه باش انني نخدم مزيان الحمد لله، واللي جبت هذا المعدل. هذا فرحانه بزاف بهذا النجاح اللي وصلت له بنتي وبهذا المعدل الحمد لله، وفرحانه لجميع التلاميذ اللي نجحوا وحصلوا على معدلات جيده، الله يفرح الجميع. وكنوجه واحد الشكر لجميع الاساتذه اللي صراحه وقفوا معاهم في هذا يعني في هذه الظرفية اللي كانت ظرفية خاصة، ما بخلوش عليهم بالمعلومات، يعني الصراحة ساندوهم من جميع الظروف، ولله الحمد اللهم لك الحمد على هذه النتيجة. تحقيق هذا الإنجاز الدراسي لم يكن وليد الصدفة أو ضربة حظ بالنسبة لصفا، بل هو نتاج مجهود مضني لهذه التلميذة النجيبة التي وضعت نصب أعينها اعتلاء صدارة المتفوقين. تفوق دراسي يشهد عليه من توقفوا على سير تميز هذه التلميذة. التلميذة نجيبة منضبطة مجتهدة في العمل لها منضبطة، وتستحق هذه النتيجة هذه اللي وصلت لها. القسم واحد التلميذة اللي هي مركزة، يعني كتركز في العمل ديالها وكتنتبه وكدير العمل ديالها القبلي والتمارين يعني كتوجدهم قبل، إذا منضبطة. واحد التلميذة اللي هي منضبطة 100% وتستحق أكثر. لكل مجتهد نصيب، ونصيب التلميذة صفا عويس الريادة هذا الموسم على صعيد جهة إقليمي موادنون تميز لن يتوقف هنا، فهي تعيد بمزيد من التألق والعطاء الدراسي في مسارها القادم. في مستجدات الحالة الوبائية، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و379 حالة شفاء وحالتي وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة. وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة السيدة هند زين في تصريح صحفي أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 16262 حالة، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 13821 حالة. لنتابع التصريح. سجلت 165 حالة إصابة جديدة مؤكدة بهذا الفيروس، 91% منها اكتشفت عن طريق تتبع المخالطين والتقصي الوبائي للبؤر، وبهذا يصل مجموع عدد الحالات المؤكدة منذ بداية شهر مارس إلى غاية الآن إلى ما مجموعه 16262 حالة إصابة بهذا الفيروس. تتوزع الحالات المؤكدة المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة كما يلي، حيث سجلت جهة مراكش أسفي 31 حالة جديدة، 21 منها بمراكش، حالتان بالحوز و8 حالات بأسفي، فيما سجلت 66 حالة بجهة فاس مكناس موزعة بين مدينة فاس 19 حالة، 11 حالة بمكناس، 13 بتونات، حالة واحدة بمولا يعقوب، و20 حالة بصفرو، ثم حالتان بتازة. فيما يخص جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت 27 حالة جديدة خلال 24 ساعة المنصرمة، 21 حالة منها بطنجة، حالتان بالعرائش، وثلاث حالات بتطوان، ثم حالة واحدة بالمضيق. فيما سجلت بالجهة الشرقية حالة واحدة مؤكدة وهي بإقليم جرادة. فيما يخص جهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 11 حالة جديدة، ثلاثة بسيد قاسم، خمسة بسلا، وحالتان بالرباط، ثم حالة واحدة بتمارة. أما فيما يخص جهة الدار البيضاء ستات فقد سجلت 16 حالة جديدة كلها بالبيضاء بالدار البيضاء، ثم سجلت حالة جديدة مؤكدة بجهة قلميم ودنون وذلك بإقليم قلميم، فيما سجلت جهة سوس مسا حالتان جديدتان بإنزغان.
وسجلت جهة الدخلة والدهب 3 حالات بمدينة الدخلة، فيما سجلت 7 حالات جديدة بجهة بني ملا الخنفرة كلها بخنفرة، ولم تسجل جهتي درعة فيلالت والعيون الساقية الحمراء أي حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية. في موضوع آخر، نظمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء اليوم بمدينة العيون حفل توزيع تجهيزات ومعدات خاصة بمشاريع مذرة للدخل لفائدة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية السابقين التابعين للنفوذ الترابي لعمالة الإقليم، عملية استفاد منها 10 نزلاء سابقين من ضمنهم مستفيدتين 2. المتابعة سناء بن ناوي ومحمد مولود ملاخ. هو حفل توزيع تجهيزات ومعدات خاصة بمشاريع مدرة للدخل لفائدة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية السابقين، مبادرة تندرج في إطار تنفيذ برنامج دعم المشاريع الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة هذه الفئة برسم موسم 2019-2020، والذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2019 بمدينة الدار البيضاء. وقد استفاد من هذه العملية مجموعة من النزلاء بلغ عددهم 10 نزلاء منهم مستفيدتان، وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 307,000 درهم و608 درهم. وقد مرت هذه العملية في جو يسوده روح المسؤولية باتخاذ تدابير كافة التدابير الاحترازية والوقائية لتفادي انتشار عدوى كوفيد-19. بالنسبة لشخصيا استفدت من واحد مكتبة فيها مجموعة من المعدات بما فيها آلة ديال فوتوكوبيوز، وفيها تليفون فاكس، وفيها مجموعة من بي سي، والحمد لله هذه مبادرة زينة. أنا من المستفيد اللي استفدنا في مبادرة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء اللي عاونونا بهذه الاستفادة بالنسبة للصالون حلاقة وجكراسي، يعني استفادة مزيانة، وكنشكرهم من هذا المنبر. عاونوني هاد الناس اللي كتر خيرهم، داروا لي مشروع وكراو لي، والله يجازيهم بخير، والله ينصر سيدنا، والله يجعل ربي يعاونو ويحفظكم ويستركم. هو برنامج تمت صياغته مع نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية السابقين بعد الإفراج عنهم، بناء على عملية التشخيص والمواكبة التي تسهر على إنجازها مراكز المصاحبة وإعادة الإدماج التابعة للمؤسسة بمعية شركائها المؤسساتيين، وذلك بما يتفق وطبيعة تكوين وخبرة المستفيدين من جهة وحاجيات سوق الشغل من جهة ثانية، وكذا الخصوصية السوسيو-اقتصادية للمنطقة. وأخبارنا متواصلة، لكن ضمن قراءة في جديد الصحف الصادرة يوم غد في تقرير عياد سرج. نستهل قراءتنا لجديد الصحف الصادر يوم غد الخميس من يومية المساء، وكتب جدد وزير الداخلية التأكيد على أن السلطات لن تتوانى عن اتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تستلزمها ضرورات الأمن الصحي لعموم المواطنين، بما في ذلك إغلاق الوحدات الإنتاجية التي لا تحرص على الالتزام بالتدابير الاحترازية المقررة وبقواعد البروتوكول الصحي المعمول به ومتابعة المسؤولين عنها إن اقتضى الأمر. وانتقد عبد الوافي الفتيت خلال اللقاء الذي جمعه رفقة وزير الصحة خالد الطالب وحفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ونادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي بممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، انتقد بشدة عدم امتثال عدد من الوحدات الصناعية والإنتاجية للتدابير الوقائية التي ما فتئت توصي بها السلطات العمومية. وأشار وزير الداخلية إلى أن الحالات المسجلة ضمن صفوف العاملين بمجمل الشركات والوحدات الإنتاجية وعائلاتهم والمخالطين لهم مثلت ما يناهز 47% من عدد الحالات المؤكدة، وذلك منذ انطلاق خطة الاسترجاع التدريجي للدينامية الاقتصادية بالمملكة. وأوضح بهذا الخصوص أنه منذ الاستئناف التدريجي للدينامية الاقتصادية تم تبعا لنتائج عمليات المراقبة المنجزة من قبل اللجان المختصة إصدار قرارات بإغلاق 514 وحدة صناعية وتجارية ب34 عمالة وإقليم.
صحيفة جودة الإلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية: سجلت جهة الدخل وادي الذهب اليوم الأربعاء ارتفاعا جديدا في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي ل 23 حالة مؤكدة منذ ظهور الوباء. وجرى تسجيل حالات الإصابة الأربعة في صفوف مهاجرين من دول جنوب الصحراء، حيث سبق إخضاع عيناتهم للتحليل المخبري بالنقطة الكيلومترية 25 شمالي مدينة الدخل قبل السماح بولوجهم للمدينة وعزلهم طبيا وإخضاعهم للبروتوكول العلاجي الموصى به بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بالداخل بعد تأكد إصابتهم. صحيفة بيان اليوم كتبت في عددها اليوم غد: كتبت الصحيفة الإلكترونية البلغارية نوفيني أن الجزائر وجبهة البوليساريو تضللان المجتمع الدولي من خلال محاولة استغلال قضية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية. الصحيفة الإلكترونية البلغارية أشارت إلى الرسالة التي بعث بها رئيس جهتي العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب إلى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي عبر من خلالها عن رفضهم القاطع لمزاعم الجزائر وجبهة البوليساريو بشأن وضع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وعن إدانتهما لدعاية الجزائر وجبهة البوليساريو كمحاولة لحرمان هذه الأقاليم من فرص التنمية. صحيفة رسالة الأمة كتبت في عددها ليوم غد: أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك أمس الثلاثاء أن منظمة العفو الدولية لطالما اتخذت تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان موقفا عدائيا تجاه المملكة المغربية، وأبرز تعقيبا على المزاعم المتضمنة في التقارير التي تنشرها أمنيستي أن هذا الأمر يستشف من مجرد عقد مقارنة بين تقاريرها في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي عن المغرب من جهة وعن الجزائر وعدة بلدان أخرى عبر العالم من جهة أخرى، مشيرا إلى أن مقارنة من هذا القبيل تعكس تحاملا مكشوفا على المغرب. ببالغ الأسى غادر هذه الدنيا المرحوم السعدي محمد فاضل والعلي الشين عن عمر يناهز 84 عاما، فقيد ينتمي لقبيلة زرقين أي تسعيد. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه وألهم ذوي الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الآن إلى الفقرة الخاصة بأحوال الطقس غدا بمشيئة الله، إذ من المرتقب أن يظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السم. درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله 33 بالرباط، بباقي المناطق 24 بسيدي فني، 34 بقليميم، 27 بالطنطان، 26 بالطرفاية، 36 بالعيون، 27 ببوجدور، 41 بالوكرع، 46 بأسا، 44 بالزاك، و 42 من المنتقب أن تسجل بالسمارة. بقلت الزمور، 45 بمدريقة، 41 بأوسرد، 25 بالداخلة، 25 كذلك من المنتظر أن تسجل بالقويرة. حالة البحر وعلو الموج على الساحل الأطلسي الجنوبي: سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج، تتراوح ما بين متر إلى مترين. شروق الشمس غدا إن شاء الله على الساعة 7:12 والغروب على الساعة 8:44. حالة الطقس في بعض العواصم المدن المجاورة: 30 منتظرة بالعاصمة موريتانيا نواكشوط، 25 بالعاصمة الاقتصادية نواديبو، 40 بزويرات، و 43 مرتقبة بتندوف. ولمن فاتته مضامين هذه النشرة إليكم أبرز العناوين: إعادة فتح المساجد لحظة وجدانية قوية للمصلين في ظل احترام تام لمختلف التدابير الوقائية. وفي النشرة الإعلان عن نتائج الامتحانات لنيل شهادة الباكالوريوس. وضمن مستجدات الحالة الوبائية: تسجيل 165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، 379 حالة شفاء خلال 24 ساعة الموصلة.
إلى هنا ننهي هذه النشرة. السلام عليكم ورحمة الله.